فجر ثلاثة انتحاريين أنفسهم قرب مقر قيادة شرطة العاصمة السورية دمشق بعد ظهر يوم الأربعاء. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إن الهجمات أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين، وأعلن التنظيم المتطرف مسؤوليته عن هذا الهجوم. أفاد مصدر بوزارة الداخلية أن إرهابيين فجرا نفسيهما عند مدخل مقر الشرطة، فيما فجر الثالث نفسه قبل الوصول إلى هدفه بعد أن تمكنت عناصر الشرطة من محاصرته. وعقب الهجوم طوقت الشرطة موقع الحادث ومنعت المدنيين من الدخول إلى المنطقة. وقال شهود عيان إن الإرهابي الأول فجر نفسه بعد أن جلب شكوك الشرطة، فيما فجر الإرهابي الثاني نفسه عند مدخل مقر الشرطة لمنع رجال الشرطة من التقدم، وقد أسفر التفجير الثاني عن العديد من القتلى والجرحى. سمعنا صوت قوي، توقعنا قذيفة كأي عادة عمل إرهابي بالنسبة لهم، ولم نتفاجأ إنه تفجير انتحاري. خبرونا ناصر قسم القيادة إنه في شخص هربان بالسوق هون عنا. عملنا توقع ان نحن بمساعدة رجال الامن عم نحمي منطقتنا، عم نحمي حارتنا، عم نحمي اهلنا. نتفاجأ انه عندي شاب بيشتغل معه 20 سنة، شك بشخص لابس 16 17 سنة، ولد عم يسوق قميص بده يلبسه، حط ايده على الحزام، فجأة حاله استشهد الشاب. هجوم انتحاري ثان يستهدف عناصر الشرطة في اقل من اسبوعين، ففي الثاني من الشهر الجاري أودى تفجير مماثل بحياة 17 شخصا من بينهم رجال شرطة ومدنيون. وبالرغم من بعض الهجمات بين الحين والآخر، إلا أن الوضع الأمني في دمشق يعتبر مستقرا نسبيا في الأشهر الأخيرة.